انسان ولو غلط بعلمك حب بعلمك فقط بعلمك مدح بعلمك ناط شو القصه وشو الغرض لسه كان معترض بين على قلبه قمر الدنيا غلط كل انسان ولو غلط بعلمك حب بعلمك فقط بعلمك مدح بعلمك ناط شو القصه وشو الغرض لسه كان معترض بين على قلبه قمر قمر صحابي كبير مجهول كبير عنده بلاغه شكسبير مقالاته كلها نار عم تحرق الاستعمار لو مغفل ولا سلسال ابن حرفه ابن كار ما بيكتم عن طمع المحك على الوجع لسه كان ليش قنع فعل بابا واعترض بين على قلبه قمر متابعين القضية بخلاص وطنية والغرض ذات الغرض والمرض ذات المرض واللي بتشوفه غلط بيكون لسه ما قضت 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 نمشي سيدنا؟ طبعا استنى استنى هذا مين حطه هون؟ شو هاي سيدنا؟ هذا الملف والله ما بعرف يا سيدي رقم برايفت بتصور الرقم اللي بالشيك حلو ما حبيت حط لك اياه تحت مخدة نومك قلت لحالي سيارتك أقرب هلا امشي حاطي اسمع شو بدي لك جلال اليوم المصر تفضيلي حالك بشوفي بدي اخذك على الكباريه بتدري من اسالك بدنا نحمل كم كيس مثل العاده والحارس الحارس شو بدك الحارس خلص انا مزبط كل الامور بعدين على الطريق بشرح لك شو رح نسوي بس انت رح تروح معنا هاي المره طبعا بدي اروح معك لك انت بتدرك لحالك انت لك حمار انت دير بالك على الشغل تأمر شاطر لك يا امي الاولاد عم يكبروا ما بيصير يضلوا عم يناموا بنفس الغرفه مع بعضهم والله بعرف بس مو طالب يجي شيء بعدين بدك تربي في مقعدك وتشربوا طيب بقول لك وش يعني شي حدا؟ حدا لك مين هذا الحدا لما كل ما عرفنا وضعه مثل وضعنا طيب والحل يعني؟ ما في حل بدنا نستنى حتى الاقي شغله ثانيه اشتغلها بعد الظهر بعدين انت فاكر عمار غرفه هيك يعني خبري هيك حبيبي بجوز لغيرك مو هين بس بالنسبه لك كثير هين شلون هيك ما فهمت؟ كم بلوكة وكيسين شمين انتم مقدور عليهم؟ شلون مقدور عليهم؟ كم مشروع اللي عم تشتغل فيه؟ شو؟ بدك كان اسرق؟ كم بلوكة وكيسين شمين انتم ما اسمهم سرقة وما بيأسروا عن المشروع ولو كان بس هاي اسمها سرقة بعدين الجماعة شغلوني عندهم امنوني مشان احرسهم لك مو مشان اسرقهم لك انت محمل الموضوع زيادة عن اللزوم يا لك ما بيجوز يا بنت حلال لك الناس امنوني على رجلهم لك معقول يجي خون الامانة؟ بعدين نسيتي الاستاذة مها زازي مالي ساعدتنا ودبرت لي الشغل بالوقت اللي كنا فيه بأمس الحاجة لبت خبز لا هي حرمة بدي كاني عض الإيد اللي مدت لي لا تقبلي لا تعض الإيد اللي مدت لك يقطع عمري على أي شيء أنا معك بسرعة سلام يلا روح جيب الباقي يلا أنا بجيبها يلا
أهلين حبيبي، يلا غير أواعيك، الغدا جاهز، يلا تقدروا. تركيني لحالي. شو بك حبيبي، ما بدك تتغدى؟ حبيبي بسم الله، شو صاير له؟ والله ماني مزعلته. سلامي سلامي، تعي إيمي الأكل ما بده يأكل، تعي. إمه طول عمرهم الأقربون أولى بالمعروف، بس جوز أختك عديلي المحترم مزاريبه لبرا. ما بعرف ليش أنا ما عم صدق إنه أبو طارق يطلع هيك. لا ستي صدقي، ما في دخان بدون نار. ماشي، هلأ بنروح لعندهم ونفهم شو القصة. القصة واضحة، ما بدنا مين فهمنا إياها. جوز أختك عاملي حاله شريف مكة ومو شاطر إلا بالتنظير، مع إنه الحكي اللي عم ينحكى أكبر من هيك بكتير. إيه وشو عم بيقولوا كمان؟ شي مزرعة بخان الشيح، شي أسهم بالبورصة وغيره وغيراته. إيه لا لا، ما شفنا شي من هاد عدنان. وما راح تشوفي، ما راح يقلك تفضلي شوفيني شلون عم بصرق وارتجي. ايوه والله ما أنا تقليل يا ابو طارق. هذا بكره بيسالوه منين لك هذا وزار، بيقول لهم ورتي مثل ما بيقولوا كل الناس. قومي قومي البسي البسي، خلينا نمشي، الناس تاكل الاخضر واليابس ونحن بناكل. الله صحيح عديل، شو اخبار البورصه بهالايام؟ والله يا عديلي انا ما بفهم بهالقصة. اجدبها لقلك اجدبها، عم فكر اشتري لي كم سهم من البورصة. بس دير بالك على الاسهم اللي بدك تشتريها بتشك فيك عديل. سبحان الذي خلقك شو بتحب المال زي. بعدين انت ما شاء الله الله كرمك، يعني تجارة واستيراد وتصدير، فيك تشتري برجين التجارة بالميوعة. خليك عم تجدبها. سمعت لك سمعة انه الدولار نازل سعره، يمكن ينزل اكثر. ينزل ولا يطلع شو دخلني، يا دوب بالسوري عم دبر حاليا. قعد لحال يعني ما يفرقي معك شوية دولارات بدك تصرفه. الله يصرف البلد. ماما وين طارق؟ ماني شايفته. صحيح حالته، طارق مو مبين وينه؟ صحيح وينه؟ وينه طارق؟ ليك ليك مو هاك مو هاك، هذا يعني اللي جنبه، هذا هو اللي جنبه، هذا بإذن الله الممثل هذا رح يجيبوه من هوليوود يصور آخر فيديو كليب على انستغرام هون أنا بسوريا. هذا الممثل، هذا الممثل، إيه مرة هذا الممثل، هذا اسمه بعرف اسمه أصلا، اسمه نيكولاس كانج. شو اسمه؟ نيكولاس كانج. معرفتك صاير مثقف. ليش عم تضحكي قبل شوي؟ لا كانجي وصوله من عربية من لبنان، كل ما بنحكي شغله بكسبونا. لا شو انت وين عريس القفله تبعك؟ بعدين تتاخر. بيكون على الطريق، بيكون على الطريق يعني ما تاخر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتنا. اهلا وسهلا، اهلا طروقة، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. ما في داعي عزبت حالك مع بوكيه الورد؟ لا ولو هذا واجبنا. تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، ابوكي كثير باين صغير بالعمر. لك انا عفوا انا اسف، ولا بس الصوت مبين كبير بالعمر. لك ولا يهمك بس كانك تاخرت شوي على الطريق. والله هي بتعرف طرقات زحمة كتير وفعلا طرقات زفت زفت حبيده يا ربي حبيده زفت عساس عنا طرقات عشقولة عماد. اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا. لك راسي انتي شو؟ لك شو؟ وانا عبر عم بحكي على الروب والساعة مع الخدام يا اسمك. شو بيك قلتك بقلب الطاولة يعني؟ بعدين بحكي معي. باي باي. اسف انا جدا معلش ما تعرفيني. اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا. لانه عم اقول لك الدرج الطاوله هلا مو الدرج اسمه دروار بالانجليزي. ايوه الطاوله التيبل ان ذا دروار ذا تيبل. ان شاء الله على الثقافه، ثقافتك عاليه جدا. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا. يعني بس انا ما شفت في ليمونه معه، وين الليمونه؟ يا الله يا الله يا الله. عرفت نايك، عرفت الروعه، عرفت قالت نايم بدي سميك رجل أصبر. عبيدة رجل أخضر ما أصبر، رجل عقبون ما أصبر، رجل أصبر ما أصبر. في إشاعة كتير قوية في البلد إنه في تغيير وزاري،
ما شاء الله عندك اخبار البلد كلها وعندك علم كمان بالترفيعات تبع الجيش وتنقلات الشرطه. لك لك واذا بدك اقول لك ما شاء الله عمو تشكيل وزير جديد له تاثير عليك شيء؟ لك بابا لك وقت بيتغير وزير ما بيطير لحاله بيطير هو وجماعته. ايه بس بابا مو محسوب على حدا. انا ما بيهمني انطار وزير ولا هدا وزير، انا مالي دعوه بحدا. شفت شلون؟ بلا شبه شو فرقت معه. صحيح احمد، ليش ما بترشح حالك لشي وزاره؟ خلي حدا من معارفك يدفشك. يدفشني وبلكي وقعت. ايه انا مدير عام ومالي خالص من طلبات السائله، شلون ما اصير وزير؟ شو بصير بحالتي؟ بالعكس بيزيد وقصر معك. قصده بزيد رصيدك. مامو بابا قصدهم انه ايدك تطول. حسام وعمو ومرت عمو قصدهم انه مكانتك الاجتماعيه بتصير اهم. كل حبيبي. وانت ما بدك تقولي لي شو قصدهم اشياء لفه؟ يا تيتي. احمد عبد الحق. لك يا لحظه 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 هلا انت بتكون ابنه للاستاذ المدير العام احمد عبد الحق؟ هلا انت ابنه لاحمد عبد الحق؟ بتعرفوا ابوه لطارق؟ لك ما بنعرف غيره. لك ان شاء الله خليني لك انا مو بس بعرفه، انا بشتغل بنفس المديريه اللي مدير العام الاستاذ احمد عبد الحق، بشتغل موظف له. يعني حضرتك موظف بمؤسسة البابا؟ صارت مؤسسة اللي خلفه. عفوا ما سمعت، جوز البلوتوس عم يضايقني. لا حبيبي لا مو انا نائب المدير العام، نائب الوالد الله يرحمه، الله لا يرحمه، لك الله يمد بعمرهم. الله لا يسامح، الله لا يعني الله يطولنا بعمرك بيخلينا اياك، يعني طالما هيك حضرتك معناته كثير علاقتك منيحة بأحمد عبد الحق. ايييييي لك ان شاء الله يفتح عليك. طيب قولي عن مرة انت قولي قولي عن مرة. هلا يعني ابوه لأبو ليمونة بيكون مدير عام. ليمونة؟ هلا انا عم بمزح معك. اسمحي لي بالليمونة يا مدام. يا حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك حلوة. الصدفة بتجنن بتطير العقل يا ميت. أهلا وسهلا، يعني الوالد من وقت اللي اجى على المديرية الحمد لله وكل أمورنا بخير الحمد لله يا رب، يعني ما شفنا إلا الخير على إيده. لو طلعت أحسن مني يا طارق وأبوك مدير عام. طبعا بقصد يعني البركة بعمه. لك هي بتعرف هي أنا شبهني ليش أنا نائبه. نائب المدير العام وبيشبه رشدي أباصة كمان. يا الله عن جد في شبه بينك والله. خلاص عماد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا ابني. وزير تفضل. شوي معاملة مشروع بدي توقيعك بس. اي المعاملة كأنك فرشيت اياها قبل هلا ما؟ اي لا بس تفرج هالمرة هي هذا الشيك. شيك؟ شو عم يصير اليوم؟ حاسس في شيء غريب؟ مثل شو؟ صعب تفهم هاي، صعب تفهم. بدي كلامني بدي كلامني. لك اللي جاي يا بغلي يا حرام. أنا مو قاهرني إلا أنه مصر بيعمل حاله شريك مكي. يستطيل هو حر خلاص رجع المعاملة لصاحبها. بس بالحالة رح أطلع ولد قدام الرجال، شو بدي أقول له؟ ما ليموني على عديلي أبو كنتي؟ هذا من عند المصارية اللي بدها تروح علينا. بحجج لك أي حجة؟ خلصنا يعني شو بدك تعمل أكثر من هيك؟ هاي المصاري وما قبلها. والله ما بعرف ما بعرف. ما غلطك يا عبد الحق. Thank you.
والله معها حق، يعني كان بلوكي وكان كيس شمنتو ما راح يأسروا على المشروع. لا الله العظيم، لا بدنا ندير بالنا منيح يا جلالة، لأنه إذا كمشنا الحادثة ولا يهمك معلم نضال، ولا يهمك. ليك هلا ما بتدخل على المشروع من المدخل الرئيسي، بتفوت من القفا مشان تضل السيارة بعيدة عن المدخل. أكل معلم أكل. يخرب بيت النزوان، لك بيفوتوا بعقل الواحد الفسوس. حسك عينك حدا يضرب الموضوع. يا ويلك ويا سواد ليلك، فهمان؟ خايف معلم نضال، خايف كثير. لا تخاف لا تخاف، ما بيطلع بيك بيساوي لنا شيء. بعدين هلا اهم شيء تخلص من هالكم كيس، تاخذهم بوشك على المستودع. اكل اكل ان شاء الله، ان شاء الله ما يحكي لطارق. ان شاء الله يا رب. قول للاستاذ صاري ولا ما قل له؟ حتى لو قلت له ما راح استفيد شيء، لانه اكيد نضال راح يكذبني. والاستاذ طارق ما راح يصدقني بكذب قرايبه، بل حالي ممكن يقول لي الله معك. ما دخلني علي من حالي احسن شيء. انا كمان ما صدقت لقيت شغل. لك شو هالبلوي هي؟ بسيطة بسيطة يا أحمد عبد الحق، أنا بجي أنا. تحياتي سيدنا. خليه بعدين بقى. بتريد شي تاني؟ شايفك مو على بعضك. أنا؟ لا لا كل شي تمام أستاذ.
في حدا من موظفي المديرية مزعلك شيء؟ ابدا، انا اساسا يعني ما بتعاطى معهم. لا بس يعني انا بعتذر اني عم بتدخل بشيء شخصي، بس بعتبر حالي بمون. طبعا ولو دكتور، يعني اذا بتسمح لي، اذا بقدر اقول يعني حضرتك بمقام الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. الحقيقة دكتور، امبارح انفصلنا انا وخطيبي. وهذا كان قرارك ولا قراره؟ قراري، قراري استاذ، قراري. لا طالما قرارك شو اللي صار بدي قاعدة. تفضل تفضل ارتاحي. تفضل. ابو حسام كثير اخذ على خاطره من ابو طارق مشان معاملة مشروع رفيقه. والله يا اختي ما بعرف شو بدي اقول لك. شو بدك تقولي لي اموره؟ شو بدك تقولي لي؟ يعني شو بينقص ايد ولا رجل اذا كان طج هالتوقيع؟ بعدين يعني ما نعمش حد توقيع شحادة دافع المبلغ الفلاني. كخة. لا والله مو كخة. ايه قبل ما انسى، وداد خانم عاملة جمعة ليك. هاي هي. الو، اهلين وداد خانم. ايه الحمد لله بخير، انت كيفك؟ ايه طبعا طبعا اول الحاضرين. اوكي مع السلامة. باي 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 باي. ما قلتي بدك تروحي مو ما تروحي تقلي لي ابو طارق بخليني وما بخليني؟ لك طبعا بدي روح، انا من اليوم ورايح اميره تانية. طالما هو بكل هالمواصفات السيئه والقرار كان قرارك، ليش مهمومه وزعلانه؟ لا استاذ انا ماني زعلانه، انا ندمانه على الوقت يلي ضاع وعلى الطاقه يلي سحبها من جواتي. بعمرك ما تندمي على شيء صار اطلاقا، والمفروض تطلعي لقدام ما تطلعي لورا، حتى اذا بدك ترجعي لورا رجعي على المرايا، مو ضروري تلفي هيك. صح. شوفي مو مجاملة إليك، بس انت فعلا بتستاهلي شخص اهم واحسن منه بكثير. هيك الله يبعث لك عريس يفوت بكيس ويطلع بكيس، كل يوم اثنين وخميس ويقول لك ميس ميس. عن جد بايخة هاي شيء؟ لا 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 بالعكس استاذ. لك ليش مرتي على طول؟ شو ما حكيت بتقلي بايخة؟ استاذ اسمح لي اقول لك انه كلامك شحني بطاقة ايجابية عالية المستوى، فشكرا كثير. خلص ما تهكلي هم، كل ما نزل رصيدك قولي لي انا بشحن لعيونك. استاذ بتريد شيء ثاني؟ لا سلامتك. شكرا. الله معك، مع السلامة. شو ها؟ فؤاد كماشي، غياس كماشي، تامر كماشي. أبو شريف تعال عندي. ما شاء الله كل عيلة كماشي موقعين على أمر الصرف. يا حبيبي تفضل. اهلين يا ابو كماش. ابو شريف. مرحبا دكتور. خير؟ شو هي قصه الماشي؟ عود وشوف لي امل هالصرف. الله يخلي لي اياك. والله حسب ماني شايف هذا امر صرف من مديريه الريف التابعه لمؤسستنا. ايه بس شوف لي الاسماء اللي موقع على امر الصرف. يظهر كل نفس الكليه كماشي. شو بيعني هذا بالنسبه لي؟ والله بيعني انه فؤاد كماشي مدير فرع الريف موظف كذا واحد من قرايبينه وعائلته. والغريب انه مسلمه المناصب الحساسه، كلها مناصب فيها بلع، كلها. الظاهر انه الموضوع كثير زعجك دكتور. طبعا مدير عامل مديريه سبيل له لعائلته، بيزعج الموضوع ولا ما بيزعج؟ والله الشغله ما وقفت عليه، اغلب المسؤولين بيعملوا هيك. شوف انا مالي ضد انه الواحد يساعد قرايبينه وعائلته، بس يساعدهم من كيسه مو من كيس الحكومة. تعرف يا أبو شريف، إذا طلع هذا فؤاد عنده تجاوزات وأخطاء، فبعتقد أنك أنت أنسب واحد تستلم مديرية الريف. أنا؟ إيه أنت شو ناصر؟ موظف شريف، آدمي، نزيه. بعتقد أنك ممكن تكون مكسب للمديرية، بعدين كلها كم سنة وراح تطلع على التقاعد. خلي ختامها مسك يا أخي. المسك قال. لك شو بقى، ليش بتضل نكد وهندي يا رجل؟ عم نقول لك بدنا نحطك مدير، ما تنبسط؟ بنبسط وبستقيت. ايوه ناهي ناهي. و
وين بدي يكون يعني؟ كنت نايم جوا. لا تكذب نضال، ما كنت نايم، أنا حسيت عليك لما طلعت، وبالعلامة ما رجعت لوش الصبح. إيه تذكرت، طلعت دخنت سيجارة برا. دخنت سيجارة، ثلاث ساعات؟ إيه تذكرت لك، ما قلت لك، ما أنا طلعت لدخن سيجارة، عم لقيت عمار من جيراننا واقف برا كمان عم دخن سيجارة، ضايق خلقه، قام حلف علي 100 يمين فوت اشرب كاسة شاي. فتوا تشربوا كاسة شاي وتمردختوا وفلحتوا بالتراب يعني؟ شلون فلحنا يعني؟ لك ابني لما طلعت من البيت كانوا أواعيك نضاف، ولما رجعت كانوا معبيين تراب وغبرة. ايه تذكرت، ما قلت لك هذا أبوي عمار الله يصلحه، كان ناكت حوض الزريعة وكنا قاعدين على طرف الحوض ظاهر هيك. الظاهر هيك، وانتوا قاعدين على طرف الحوض ولا كنتوا عم تتمردغوا بالتراب؟ اشرح لي. لك امي شو بدي اشرح لك؟ ايه تذكرت لك، هي امه لعمار. لا خلصنا بقى، لسه ابوه لعمار وامه لعمار وبلوط، خلصني احكي لي مثل خلق. عم نحكي لك شو صار. شو صار؟ ايه كل اللي صار ما خرط مشتي انا. غير المشط بينخرق. بالله شو؟ غير لي هالخرطه انت، بعدين تعال هون، انت ما بتدخن اه؟ شلون طلعت تدخن؟ لك اه تذكرت، ما قلت لك. خلصنا بقى بموتك ها؟ طولي بالك، عم نفطر. افطر ولا بقى تكذب على امك. دخليك؟ قديش بقي يعني لفحص السواقة؟ شي كم يوم. كتير حلو، معناتها بهاليومين لازم تنزلي على سوق السيارات وتلاقي لك شي سيارة مرتبة. بالله. اي أيوة والله. بدك ياني اشتري سيارة؟ ايه؟ لك شبكي منين بدي اجيب حقها؟ بس لعبت ابو طارق. ايه لا وصلتي. ما لقيتي غير ابو طارق يشتري لي سيارة. طب اسمعي لقلي، ليش ما بتبيعي حصتك من الارض اللي ورثناها عن امك وابوك الله يرحمهم؟ والله ما خطر لي. ايش عم قلي؟ يعني هي الأرض لا رح نزرعها ولا نفلحها، خلينا نستفاد من حقها. والله فكرة معقولة. وغير هيك الأراضي هلأ أسعارها نار وكل ما عم ترتفع. خلاص وافقت. اسمعي يا مورة، تشتري سيارة مرتبة وبتليق بمقامي، والباقي بتفتح حساب بالبنك، وإذا بدك بخلي أبو حسام يشغل لك بقية المصاري بتحطيهم معه. شو رأيك؟ إيه وهيك بتعملي كل شي وبعدين بتحكي له لأبو طارق، مو من هلأ؟ خلاص وهيك بحطه تحت الامر الواقع. ايدك ها هلا صرتي اختي اللي بتعجبني. لا الشغله صار بدها حوصه بمديريه الريف، انا متاكد رح يطلع لي كماشه ونفك وبنسى. لك والله دوخوني بهالمديريه. ايه لا دوخوني رسمي. انا سياره بتعمل عده نسخ من هذا الكتاب وبتبعتي لكل فرع من فروعنا بالمحافظات نسخه. اوكي حاضر استاذ. حاضر. انا مضطر غيب عن المديريه كم يوم. خير دكتور في شيء؟ لا عندي كم مريض لازم اشوفه، اذا ما شفته ما حدا غيري بيشوفه. والبريد والمعاملات انا راح اجي المساء المديريه وقع البريد، واذا احتجتوني لشيء طارئ اتصلوا فيي يعني. الله يسلمك. مع السلامه دكتور. الله معك. الله معك. الله معك. شوفي خير ان شاء الله. خير يا ترى الحارس قال له شيء للاستاذ طارئ؟ والله إذا بيكون قايل له لا ينخرب بيتي. قد ما كان نضال بضل قرايبه وما رح يسخفي، بس أنا اللي حتروح عليه. لك شو موظف يا زلمة؟ بيتهم بياخد العال، مع إنه أبوها بيشتغل، جوز خالتها بيشتغل، جوز أمها يعني بيشتغل نائب مدير عام. إيه معناتها نائب مدير عام بيفهم؟ إيه شو قصدك؟ لا ما قصدي شيء. عم تعطي على خالك ما؟ لا. بتعرف نائب مدير عام هو مين؟ نائب مدير عام خالك، يعني قصدي نائب أبي. لا ما أنا صدق والله فاجأتني. وأنا تفاجأت مثلك حكايتك، شو رأيك؟ حلو كثير، معناتها يعني معناتها علاقتهم قوية، معناتها هيك الموضوع صار سهل. أنا موضوع؟ لك شب أنا عم تجذبها موضوع كان أنت ودانا يعني إذا مستقبلا فكرتوا إنه تزوج وشباب. شو ليك تجوزوا؟ لسه بكير يا زلمة. لا بكير ولا شيء، خلاص شباب طالما أهلها بيعرفوا بحبوك خلاص. لا لسه أهلي ما بيعرفوا عنا شيء. يعني معليش بكره بتقول له لأهلك بعدين تكبرت صار هالقد قدامك. حلو. شو؟ لا عفوا عم بحكي على البلوطو. حكيتي بوقتي. مشتاق لك كثير أنا. وينك؟ بدي احكي لك شغله بس هلا ما بقدر احكيها، خليكي معي. حلو عن جد حلو كثير، معناتها الحارس ما حكى له شيء. ما فاق. من ايمتى اخوك على علاقه بهي البنت؟ ما بعرف ما جاب لي سيرتها بالمره ولا الي. بس ما بعرف لما شفتها ما حبيتها. ليش شو شفتي منها؟ ما شفت منها شيء بس هيك سبحان الله قلبي ما ارتاح لها. خلص انا بشوف طارق بفهم منه. في لي على السيره اجى ابوك. ايه فلي على السيرة جيت انا. نعيما الله ينعم عليك يا بابا. عن شو كنتوا عم تحكوا؟
مو هاد الشيء حبيبي. شو هاد اللي بجيبتك؟ شو في بجيبتي؟ لك قطرميز النسكافيه بالحمام يا ناس. كلهم معلقتين اللي اكلناهم شبكي الثانيه. والله قصدك اكل معلقتين يا لطيف. صحتين بابا صحتين. شغلتي لي بالي يعني انت ليش ما ارتحتي لها؟ ما بعرف. بعدين هو ما بيحكي شيء، بتعرفي كتومي. يا سيدي مو مشكلة. مو مشكلة بنوب ولا همك. أنت عملت اللي عليك عبدان بيك. بس أنا اللي تصرف تاني. يا سيدي مو حلو الكلام. منيح هيك؟ جارسون. جارسون هات الحساب. شو عم تعمل؟ خليه علينا يا رجل. لك تذكرت جايين ضيوف. أكيد أنت زعلت. هلا أنا زعلت ولا ما زعلت؟ شوف أربعك. لك يعذبني هالمدير العام عديلك. يعذبني إياه وتفر. أعوذ بالله. فعلا عديلي ما بيفهم، لا بيحب يفيد ولا بيحب يستفيد. برافو. اكلني راسي. شو هالشامبو هاد؟ بابا ليكون عم تتحمم بالنسكافيه. طالعة نكتية لأمك انت. ما ليه ما جبتي حسام معي؟ تركته بالقهوة هو ورفقاته. انا شبعت. ما اكلت. ما بعرف طايره قبليتي، بدي فوت نام لانه عندي دوكه الصبح. طيب بابا الله معك، تصبح على خير. انت من اهله. تصبح على خير. حيط. تبخير. ايه تعي. تعي قبلني اللي لوى. تعي. عيد الشر. سلامة قلبك. حمودة. حمودة معناتها في طلب أكيد. أمري. حبيبي. معزومة على جمعة نسوان. مين هدول النسوان؟ نسوان شو؟ نسوان المجتمع الراقي هدول. يا الله شوف يا يعني خلص أنا وعدت الجماعة إني إجي. وعدتيهم من عندك فصلتي ولبستي. انا ابدا هون غطى طنجره. انا ما حبيبي لا تزعل. ليش هيك بتدقق انت؟ تعرفيني ما بحبون هدول النسوان انا. طب شو فيا؟ بدي روح. خلص بكره بنحكي بالموضوع. لا هلا 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 بدي روح بدي روح بدي روح. عم اقول لك بعدين بنحكي. بدي نام. لا بدي روح. اطلعي مشان بنتك مو حلوه. لك بنتك برا ما حلوه. اي معلش معها مو غريبه. هلا بروح مخها لبعيد. بخيلك عساس انت اللي قدران تروح لبعيد. نام 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 نام. تقبريني يا ما يو. وين راحت هي؟ مها مها سلامي. لك يا سلامي. نعم مدام. وين مها؟ ما بعرف ممكن رمضان راحت؟ يلا لمي الأكل. لمي خذي مسكي يلا قوام على المطبخ. معقولة يكون مخها راح لبعيد؟ ما راح ما سلامي. لك شو سلامي؟ قال سلامي. السلام عليكم. عليكم السلام. صف صف معهم صف. شو ليش مجتمعين هيك؟ بدهم يطلعوا مسيرة هدول؟ لا هدول مراجعين. مو مراجعين؟ ليش وين راحوا؟ إن شاء الله يرجعوا. لك يا اخي هدول مراجعين لهم مشاغل عنا بالمديريه. طالما لهم مشاغل ليش هيك معفين؟ مو حرام عليك؟ خليني يفوتوا ياخذوا مصالحي. ما بقدر. ليش؟ هناك التعليمات. تعليمات مين؟ تعليمات المدير. اذا تعليمات مدير ما فيناش نحكي. لا تواخذونا، حبينا نخدمكم ما قدرنا. السلام عليكم. لوين لوين رايح؟ لوين بدي افوت لجوا؟ شو انت اجدب ولا عم تجدبها؟ شو صرنا ساعه عم نحكي؟ انا مش مراجع. لكن شو؟ انا موظف هون. بالله شو؟ شو بده يثبت لي هالكلام؟ ها قرار تعييني وهالمريول تبع الشغل. شو هات لشوف. مزبوط والله. هاي توقيع المدير. انت عطيه المستوي؟ ها شو بدي اسوي؟ اي والله باين عليك مستوي خالص. فوت فوت. يلا انا فايت بس تعش علم. تراهن ان كل هذول رح يفوتوا هلا؟ براهن بس على شو؟ من كيلو بيصير لكيلو بيصير. يا سيدي موافق. شاهدين يا جماعة؟ شاهدين. شاهدين؟ شاهدين. مالي سامع؟ شاهدين. مالي سامع؟ شاهدين. مالي سامع؟ شاهدين. ناس بدي اياهم فصفص. الكيلو موافق. يلا السلام عليكم. السلام. والله مو ناقص هالمدير غير هيك أرقى. لا
دبريها انسد معيتك. اخذناك ما بمشي الحال، ما بمشي الحال هلا. الله يخليكي، والله انا بيتي بعيد. منفوق ما دفعنا الازن لحتى نفوق. شو اعمل لك يعني؟ خلص. فصم عربي انت، ما تقول لك روح خلص. يا اخي انت شو حشره؟ شلون شو حشرني؟ انا موظف هون. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا لا حول ولا قوة الا بالله، حرك اعمل مرة بعد يومين يلا. اروح عنا يا خلص، ما تقول لك اعمل مرعى بعد يومين. يعني اعمل مرعى بعد يومين. وانت شلون تحبي هالمرعى، بشعري ولا بلا شعري؟ حلوه حلوه حلوه. مهضوم مين حضرتك؟ انا عطي، عطي المستوي. عطي من وين مستوي؟ كلني مستوي. شو اخذ مكاتن؟ شو دوا؟ شو تخدميني؟ انا بخدمك، انا المستخدم الجديد اللي هون. استخدم من هون حرك. لا وليد لك يلا حليه. لك مو زملا نحن. لك حليه وخفه اطلع برا. شبيك يا مالت الضريبي شبيك؟ والله اليوم عازمنا لعنده على الفيلا. بتعرفي انه هذا شخصية مهمة وبتمنوا الناس تحكي معه ولو على تليفون. طيب بس انا شو دوري؟ دورك انه تزبطيلي امورك ونروح انا وياك لهنيك، وبدي اياه مروق على الاخير، لانه اذا روق علينا نحن بننبسط وبننبسط اكثر. اي ولا يهمك، ليش في بالعاده انا سود لك وشك مع حدا؟ حبيبي مين هي البنت؟ ما بعرف، يمكن مراجعة. مراجعة؟ شو عجبتك؟ شو رأيك انتي؟ مزوق والله. روحي شوفي شبهة وشوفي لي اياها وشديها لعندي. اي تكرم. اوام صفوف يلا. ألو أستاذ فؤاد، أنا المدير العام. أهلين أستاذ. لا مو هيك، عفوا مو هيك، بس أمرك أمرك أستاذ، على رأسي. معقول؟ ألو. ولك يا ابني المدير العام إجا لهون شي؟ ما إجا؟ طيب طيب وينك؟ لا تخلي ولا مراجع واقف تحت الشمس، نفذ اللي عبلك عليه. يلا روح يلا فوتوا فرجات فرجات فوتوا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الحمد لله يا رب. احسن حمدك. هي حبيب حبيب لو سمحت. طلع نعم خير ان شاء الله. ان شاء الله غيرتوا رايكم. ايش بطلتوا تفوتونا يعني؟ لك لا افوت على راحتك، بس بدي اسالك، تعرف لي شي محل ببيع بزر مفصفص؟ بزر مفصفص؟ ايه بعرف. دخيلك دلني عليه. بالابقبيه ايش ما بتعرف؟ الابقبيه؟ بالابقبيه. فوت بقى بشق راسك. قال الابقبيه. قال شو عرفوا المدير العام؟ ليكون مارق من هون قدام المديريه وشاف العجب؟ قولي ليكون المدير العام هون بالمديرية؟ لا 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 ما بظن، لأنه لو كان هون كان إجا لعندي أو شفته بكاميرا من الكاميرات. يا أخي خط لك خط، عم أقول لك خط، صار لي ساعة شبك. طيب اسمعي مني وحاولي خطك لوحدات، الله وكيلك أوفر لك. هي علينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك استوعب بقى خط. مازن أهلين أنسة صفاء. أحد من خلتي. على عيني. يلا وحدات. ماما أخلصك. مرحبا. أهلين كيفك؟ تمام الحمد لله. عواد مانك واقفة هون، شو رأيك تطلعي معي على المكتب نشرب فنجان قهوة؟ بس سوري مين حضرتك؟ أنا صفاء سكرتيرته للمدير العام. يعني كان بدي أطلع معك والله، بس عندي شغل ما لحق أقدر. لك إيه مو مشكلة، أنا هلا ببعث لك حدا بيمشي لك كل الشغل. يلا يلا. إيه ربع ساعة تفضلي. طب يلا. يلا. يا حبيبي طبعا المدير العام وحدات يونيك. جيت والله جابك. وينهم؟ وين؟ ما في شيء. فتحت الموبايل تبعي الخلوي الجوال. لقيت 300 وحده وهن 500 اللي انا قلت لك عليهم. الله وكيلك حولت لك 500. ايه هلا هلا قدامي افتح لي شوف حول. يلا طيب ماشي رح حول لك. طالع صوتنا. رح حول لك 200 وحده. يلا قدامي ما بدي اياك غير كوني رايقه. ايه يلا رايقه حول. هاي 200 وحدة. ايوه لحطهم يخرجيهم من هلا ان شاء الله. ان شاء الله. وحدات يونيت بدك. وحدات يونيت شيء. وحدات يونيت. وحدات يونيت. ايه المهم طمني. مثل العادة يا شحادة. اخي تكون طول عمره هيك مشافي الدولة.
الداخل مفقود والخارج مولود. اخ اخ لك ما صفي غير اني بوس ايديهم عبس، لك ما في بقلوب الرحمه، هدول اطباء هدول. ممكن ممكن يا اخي ممكن. طيب يا اخي ما تشوف لك شي حدا يحكي لك مع مدير المستشفى، خليه يظبط لك الدور. لك شوف هالحكي بلا طعم شوف، ايه بعرف حدا وما حكيت معه انا. اخي بدهم يرتشوا. وإذا ما ارتشوا بدهم يضلوا يقولوا لك على اليوم وبكرة، الجمعة أو اللي بعدها، هي هي. المهم الوالدة تعبانة كثير هلا. من هون لفترة إذا ما ساوينا العملية بجوز تروح فيها. لا سمح الله أهلين. وعليكم السلام حبيبي. شو حبيبي؟ وقعنا المعملية. وقالك بالزيت بالفول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هيك على طول أنتوا يعني؟ خمس دقايق حبيبي، خمس دقايق. لا حول ولا قوة. اسمع حبيبي، اسمع حبيبي، هون 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 اسمعني. روح لعند أب مازن. قل له عبي لي وبتجي لعندي لهون على السريع الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أخي القصة واضحة، كلها مشان يشفطوك. لك انا لو معي مصاري ما كنت حطيتها بمشفى خاصه وخلصت. لك تصور حتى الدواء اللي عم يكتبوا لك اياه ما بتلاقي بالمستشفى ولا في كاس السيروم. شو كاس السيروم؟ قديش حقها؟ عم روح بشتريها من برا. لك عيب عيب له والله العظيم عيب. لك ليش عم تحرق بدنك هيك؟ عم اقول لك واضحه بدهم يشفطوا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه صايب ولا شو؟ على سيره الشفط عبيت شي اليوم ولا لا؟ ناشفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كو شو بك؟ كو بقى صلي على النبي. والله سددت نفسي وحياة رب العزة. سيف. صباح الخير أستاذ جبران. أهلين ممدوح. 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 شو عليه؟ إيه. شلونك هالتقاعد؟ الله لا يورجي حدا. قلت لي الله لا يدوق الحدا اذا بدك تعمل قرض سكني اهون. ايه كلياتنا على الطريق. الله لا يوجه له الخير. سيك اعمل لي براءه ذمه شرف. شو براءه ذمه؟ شو براءه ذمه؟ انه ما تكون عندي شيء ولا اني عم تكون شيء. هي الشغله، هي الشغله كلها. ايش الشغله هيك؟ مو بالاول لازم اتاكد انه انت فعلا بريء ذمه. لك يا استاذ جبران انت معتمد ماني من زمان وبتعرف انه انا بريء ذمه. انت بتعرف كل شان دواردي بهالدائره. بعطيني براءه ذمه الله يرضى عليه خليني اروح لحق المعامله برا. ومع هيك لازم اتاكد انه اسمك مو موجود من بين المتقاعدين اللي لهم ذمم النا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا تعجب. شو هاد؟ اخ ارزل الازمان، ارزل الازمان. ها تفرج اسمي وارد بيناتهم شيء. اي سيد منفوخ كرم عينك. مبيني مثل عين الشمس، وين قمت؟ بدي راجع السجل؟ لك يعني ليش حتى ترجع السجل؟ ليش؟ لا استاذ جبران ليش رح تطالج السجل؟ شغله واضحه هي كمبيوتر عم يقول لك انه ما لي سبعه مفوت. يا سيدي بدي راجع السجل اللي كنت متوقع عليه لما كنت قبضك الراتب والسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله لا يوجه له الخير. مثل ما هدني. شو اخي انا هيك بقول راسي مرتاح، بلا كمبيوتر بلا ضراب، وهذا السجل اللي بكذب الغطاس. ايه شو طلع معك السجل؟ لا كل شغلك تمام، ما في شيء. صلى لما طلعت رئيس وحدة عن سويد ناهر رحت لاشتري السوبر ماركت، لا في مين يبيعك ولا في مين يزين. اشترينا لحالنا وحطينا المصاري. يا ستي ما حضرتي، الاولاد حيضلوا عندي وما حاعطيكي حدا. بالله؟ وليش انا ما بتأمن فيه؟ ليش انا مو ابوهم؟ يا ستي وقت بيطلعوا لك محكي انت بخديهم. وينك؟ ضب لسانك لا تكبري كلام ها؟ عم تفهمي؟ لك مو اذا طلعوا لك من محكمة، لك اذا دخل مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة واليونيسيف والطفولة والامومة، لك اذا الدنيا كلها دخلت ما حاعطيك اياهم. حلي عني لعبة. ولك ليش ما بتحلوا خلافاتكم على الاولاد بقى؟ قسما بالله يا زهير ما نعرف شلون جوزت هيك وحده يا زلمه. عم بيني رحتوا سوا على المحكمه، كتبتوا كتابكم ورجعتوا على الدار، سووا لكم عرس، زلغطوا لكم وغنوا لكم هناك واردة وموردة وتسحل ورود من هواها العذر مر الخدود. واردة وموردة وتسحل ورود من هواها حمارة راس الخدود.